انت عايزه ايه يا بنت؟ عايزه ارد على السؤال اللي سالتهولك. حماصه مش ابن حنيه؟ ويا اختي لما هو مش ابن حنيه هنقول ابنها ليه؟ خطة من خططك انتي وأزهر اللي ما بتخلصش. استغفر الله العظيم يا رب. يا بنتي أنا بدأت أتعب. أنا بدأت أتعب. هشيل إيه تاني بعد المرارة؟ أنا بنت حنية صح؟ إيه اللي انتي بتقوليه ده؟ مش انتي بتقولي إنك ما حبيتيش حد قد؟ ربنا العال. طب وحياة حبك ده يا شيخ؟ جاوبيني من غير لوعة. أنا بنت حنية؟ أنت ليه مصممة تبقي الدبور اللي بيزن على خراب العيش؟ أنا بنت حنية؟ أنت بنت أنا؟ أنا بنت حنية؟ يا بنتي فضيها سيرة بقى. أنا بنت فتحي إبليس يا كاسيا؟ إحنا مش قد أزهار، والمصحف لا عشرة زيي ولا عشرة زيك قد أزهار. ولو خدت الإجابة من على لساني ورحت رميتيها في عب حنية، موتك مش هيبقى دي كفاية في عيون أزهار. يعني أنا بنت؟ أيوة أنتي بنت فتح نيلة إبليس. هديتي؟ ارتحتي؟ أنا الأكبر وأنا اللي كنت بولد، بس أزهار لما اتنتعت من الضيق للبراح وحنية أغمى عليها كانت عايزة تكتم نفسك، بس أنا ما قدرتش. أنا حنيت حن عليكي، وأختي كان لسه عيلها مولود في تيس. قلت لها لا لا يا أزهار، نبدله ونقول لها مات. لكن حرام حتة اللحمة الحمراء دي روحها تفارق. وسمعت الكلام وروحت ما فرقتش، بس لبستني وعشت علشانك وليك، بس انت اللي مش عايزه تفهمي. ولا مليون حدوته هيشفعوا لك يا كاسيا. انت رايحه فين؟ ما تخافيش، مش هبوظ لكم خطب، مش هقف ان النصيب يجي لي بسرعه، عشان زي ما قلت لك قبل كده هفارق يا كاسيا. تعرفتي منين؟ من الف ليله وليله. ها؟